يجي بقى هنا حته تانية، عربيه تانية، عربيه ايه ما شاء الله. السلام عليكم، ازيك يا حاج؟ ممكن ازاي حضرتك عامل ايه؟ تمام والله انا حضرتك. معلش بقى عشان انت كنت واقف بقى مش ايه الصوره مش جايباك. اسم حضرتك ايه؟ اسمي وليد عمار. اهلا وسهلا يا وليد. سلام عليكم. انت عايز كام؟ هم 15 يا حاج. عم جودة صباح الخير، ابتسم للصورة. عامل ايه؟ ابتسم، الصورة تطلع حلوة. بقول لك لا تلفزيون ايه، لا دي قناة على اليوتيوب. ايه عندكم الارنبيط؟ خلي بالك كله حديد وكله كويس. اه طبعا الارنبيط بيسموه كده في بعض البلاد سمك بلا شوك. ما شاء الله ما شاء الله. ايوه ما هو في مفيد جدا، اكل الشتاء المفضل. نشوفه بقى بس ما شاء الله جميل. والطماطم بربع جنيه. هات لي كده واحدة حلوة كده زيك. اللهم صل على النبي. والله ورد يا جماعه، ورد. الله اكبر الله اكبر. زي الفل. بكام بقى يا باشا؟ ايه يا باشا بكام؟ دي العسل. لا كله ال10. ال10 ب200. ال10 ب200 يعني الواحده بكام؟ يعني ب 20 جنيه الواحده. ب 20 جنيه؟ ما شاء الله. اكل بلد. بس حاجه نظيفه. لا كتير ما شاء الله. ال10 ب200. طب تعالى كده عشان اخد بقى الصوره كده للارنبيط. ال10. ايوه يا معلم. 300 معاك؟ وانا بقى 20. يلا شغال يا باشا. انت 10 هتطلبوا كده 10 15 انا ماشي. يلا ربنا يوسع رزقكم. يلا ويجعل وش حلو عليكم. رزق البنات كله. لا البنات كلهم سكر. كله رزق البنات. كله رزق البنات. كلهم سكر البنات. طبعا ربنا يصلح حالها بحالها. يا صبحتك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سته. هو دلوقتي على اليوتيوب بيقول الواحده ب 20 وال 10 ب 200، فسعرها حلو قوي. بتتباع بره ب 30 و35. حاج وليد. ما انا شفته. حاج انا شفته. محل بص يا جماعه، المحل العربيه دي بيقفوا دايما بتوع كرومبو الارنبيط بين واحد واثنين، يعني بين اخر واحد واول اثنين. لا مش محل 20، محل 20. اول عنبر اتنين اهو، عنبر اتنين محل 20. مزارع الحاج سعد الجراموسي. حاج سعد ايه؟ الجراموسي. هو الزمالك. ماشي يا عم علي، صباح الخير. صباح النور. صباح النور. نهارك زي الفل. بس ما شاء الله الله اكبر. احلى كرومبو، قصدي ارنبيط، دايما بتلخبط بينهم. معلش ما هو كله بيتاكل. شكرا يا ريس. نروح نشوف الكرومب اللي بيتلخبط منه. واحنا بنعمل ما شاء الله دلوقتي عربيات فضت، خلصت رزقها، ربنا يرزقهم يا رب ويحسن سوقهم. السلام عليكم. صباح الخير. صراحة صباح الكرنب العسل ده بكام؟ العسل ده بكام؟ اسمك ايه الاول؟ علاء. عشت الاسامي علاء. بكام الكرنب يا علاء؟ العشرة بكام؟ تعالى كده عشان مش سامع. العشرة ب150. العشرة ب150 يعني الواحدة ب15 جنيه. ممكن تورينا واحدة كده حلوة زيك؟ مش بعاكس. لا الله اكبر. اللهم صل على النبي. ديت يا باشا كده يعني. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بص يا جماعه ده بقى الكسر ده. اخد الكرومبايه بكام كسر يا علاء؟ اخد الكرومبايه دي بكام كسر؟ دي التخليل وكده، دي للتخليل. اخدها بكام مثلا لو عايزه واحده؟ ب10. جزاك الله خير ما شاء الله. بصوا يا جماعه، ورد والله، ورد ورد ورد. بصوا يا جماعه كرومبايه زي الفل. الله اكبر، ربنا يحسن سوقهم يا رب. اللهم امين، ويحسن سوقكم اللهم امين. قناه كله رزق البنات. لو معاك موبايل دلوقتي في نت اعمل لك عليه، اخليك تشوف الفيديو تشترك عليها، يعني اشترك عشان تشوف الفيديو. عرفت؟ قناة كله رزق البنات. نهارك زي الفل. بص السوق هنا. تعالى يا عم رضا تعالى. هات العربية اللي تمشي ما شاء الله بيجي غيرها.
استنى استنى خش اقطع زي ما انتم شايفين كده. البصل طلع بقى ورخص على الاول. نشوف البصل بجانب. السلام عليكم يا معلم. البصل بكامل حجمه؟ 25. 25 ما شاء الله 25 بس فيها كتير. 10 فيها 10 ايه؟ اه فيها 10 حبات. لا اكتر فيها اكتر. لا والله ما شاء الله اكتر ما شاء الله كبيره اهو. بصوا فيها اكتر يا جماعه من 10 اكتر من 10 يا حاج والله. 10 فيها 10 بس حلو قوي. احنا لو وزناها بكيلو تطلع اكتر من 2 كيلو. وعلى فكره ممكن نمسك البصل الاخضر ونطبخ بيه. 10 يعني ب 2 جنيه ونص. تحب تطلع؟ ايه؟ تحب تطلع في الفيديو؟ لا 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 كده حلو. ماشي. الفرشه دي بتاعت مين؟ آه اسم حضرتك؟ مش هجيبك. ما انا عارفه انت صورت معاك وانت مش عايز. آه بتاعت مين عشان اللي عايز يجي يشتري؟ هو عرفه. بصوا الحزمه ما شاء الله جميله مليانه بكامل الحزم هنا. الخضره بكام؟ 7 ب 5. 7 حزم ب5. شوف بقى يعني جي ام جي جمله. اي حد عايز 7 ياخد. ولو جمله بقى جمله ب 5 يعني بيبيع قطاعي زي جمله ونعناع وشبت. كل الخضره دي جماعه مفيد. والبقدونس وسل. كل سنه وانتم طيبين بقى عشان واسمه ايه القلاه. استنى بصوا الخضره. الخضره ده وصل. بس والله يا جماعه طازه. والله طازه. والنعناع صح؟ عايز تطلع؟ لا لا عادي. ماشي. بصوا يا جماعه. ليه مش هتطلع ليه؟ ما شاء الله ما شاء الله. لا لا عادي. انا بقول عادي. ايه؟ البنات كله رزق البنات. خلي بالك من كله رزق البنات. ايوه ايوه القرنبيط والخضره. الحاج وليد اهو بيقول لنا نظره عامه اهو. ده ب 25 والسبعه ب 5. يعني السلق السبعه ب 5 برضه؟ لا السلق لا. اه طب ما انا نسيت. ايه؟ السلق بكام؟ الواحده بجنيه. الواحده بجنيه. طيب حلوه رخيصه. بصوا ده انا واحده بجنيه اهو. يعني ايه السبعه ب 5؟ اه الواحده بجنيه. بص السلق اصلا بيبقى اغلى يا جماعه. السلق بيبقى اغلى بس برضه بجنيه رخيصه. مش بنجيبها بجنيه من بره على فكره. بنجيبها ارخص من كده بكتير. قصدي اغلى. اغلى بنجيبها ب 5 جنيه الواحده. انا بجيب الواحده ب 5. ايه؟ تقول ايه؟ مش عارفه. دي واحده بس خلص الفيديو جيبك. عمره واحده.